وفي تسجيل مماثل ظهر مسلح من داعش وهو يركب سيارة مفخخة ومحملة بالأسلحة ويهدد بضرب بنغازي شرق ليبيا. اليوم بإذن الله سندك معاقب المرتدين. اليوم والله العظيم مدينة بنغازي اليوم سترى النور النور، أقسم بالله العلي العظيم. هذه أزرار بسيطة بحول الله مع الإخلاص والصدق في النية تدخلنا إلى جنان الخلد. والله يسحبون، أنا خاف من الموت.